اللي سبقاه سنتر استراتيجي ديال الاردن، هذا مركز تابع لوزارة الدفاع، و 75 المركز ديال الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعيه، حتى المركز 11. هذا اللقاء اللي نظمنا اليوم هو لقاء للتعريف بواحد التمرين كتقوم به جامعة بنسلفانيا سنويا، حيث تصنف تقريبا 6850 او كذا و50 مركز تفكير في العالم، جميع القارات، جميع المواضيع، جميع كتحاول ترتبهم وتصنفهم على اساس شي 18 مقياس ما غاديش نذكرهم هنا. من 2010 وكيخرج هذا التقرير كيصنف بعض المراكز كتراجع وعاود كترجع في هاد الست سنين اللي عشناها، بعض المراكز كتقدم، بعض المراكز خرجات كاع من التصنيف لان مابقاش كتوفر فيها المقاييس ديال التصنيف. واخر تقرير خرج نهار الجمعه اللي فاتت، التقرير هذا مره اخرى كيصنفنا حنا الاولين في المغرب الاقصى، وفي الاولين في المغرب العربي، وفي المرتبه 11 في المنطقه الشرق الاوسط. شكون هما اللي قبل منا في هذا ال 11؟ حنا 11، شكون هما هاد العشره الاولين؟ العشره الاولين لاحظتوا في اللائحه مراكز اسرائيليه تابعه للجيش ولا وزاره الخارجيه، مراكز تابعه لوزارات الدفاع ديال المنطقه بحال الاردن مثلا، الجزيره، مركز الاهرام اللي معروف بانه اداه ديال الرئاسه المصريه الى اخره. هادو يعني كلهم، وتركيا نفس الشيء. دونك حنا جينا 11، شنو اللي كيتم تقييمه في هذا الترتيب؟ هو العمل ديال المركز بشكل عام، ماشي فقط دراسه او جوج او ثلاثه، الاداء المركز طيله السنه، المحاضرات، ايام دراسيه، راهم ذكرنا مصنفيننا كذلك في الحملات ديال الترافع في مواضيع مختلفه. احنا دائما اشتغلنا في قضايا العداله الاجتماعيه، واشتغلنا في قضايا ديال المشاركه السياسيه، مركزنا كيمارس الملاحظه ديال الانتخابات. هذه دابا حنا من الاولين اللي بدينا هاد الممارسه. كنصدروا تقرير استراتيجي، كنصدروا مجله اللي انت شتي النموذج ديالها، اللي هو نتيجه عمل ديال فريق اشتغل على اشكاليه اصلاح القضاء. وكنصدروا بالخصوص تقرير استراتيجي المغربي، تقرير استراتيجي للمغرب، غالبا غادي يصدر في نهاية فبراير، الأسبوع الأول لمارس على أكثر تقدير. في هذا التقرير الاستراتيجي اعتدنا أننا كندرسوا الأداء، يعني ما يقع في المغرب من خلال الأداء ديال الفاعلين السياسيين الداخليين، المؤسسة الملكية، البرلمان، الجهاز التنفيذي، الأحزاب حزب بحزب، كذلك النقابات، الحركة الاجتماعية، المجتمع المدني إلى آخره. كاين محاولة يعني تحديد ما جرى خلال مرحلة زمنية كانت سنة، الآن جينا لسنتين، مرة في كل سنتين. طبعا احنا ما كنحاولوا نكونوا موضوعيين، هذا الجزء الأول، لأن كاين الجزء الثاني اللي هو الأداء المغرب في العالم مع الجوار، السياسة الخارجية، كنسميها أنا السلوك الخارجي للمغرب.